مشاهدينا الكرام مساء الخير اهلا وسهلا مرحبا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الجمعه 11 مارس 2022 ثاني ايام فتره الحسوم استنادا للتقويم الفلاحي والرزنامه الفلاحيه فتره اللي هي تمتد ما بين 10 ل 17 مارس والمعروف عليها هبات ريح القويه اللي تعمل على تلقيح نباتات في هذه الفتره من السنه ويقال انها سميت بهذا الاسم باعتبار انه في الفتره هذه يتم الحسم من بين المواسم البارده والمواسم الدافيه درجات الحراره اليوم ما عرفتش تغييرات كبيره مقارنه بالميز 24 ساعه الفارطه الارقام في اغلب كانت ما بين 18 ل 22 درجة في مستوى ال 15 بالمرتفعات ونجم نحكيو على توافق نسبي من بين ملامح الوضعية الجوية حاليا وحالة الطقس استنادا لتجارب الأجداد باعتبار أنه نشاط رياح طلب منا نصيب من المتابعة بالمناطق الساحلية البحرية كان مضطرب بلا شديد الاضطراب وسرعة الرياح وصلت في شكلها هبات إلى مستوى ال 40 وال 50 في الساعة وميزات الطقس اليوم نشوفهم كالعادة من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي وكما لاحظوا كنا مانين بظهور سحب قليلة على كامل البلاد والتكثف تدريجيا في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية رفقتها بعض الامطار الضعيفه والمحليه خصوصيه قد تستمر قليله في عدد من معتمديات الشمال الغربي بعض الامطار تبقى ممكنة ببقيه مناطق البلاد نتوقع تواصل مؤشرات الصحو درجات الحراره ليله قد تكون من بين 10 ل 15 درجه في مستوى 8 بالمناطق الجبليه الغربيه ويبقى ابرز مؤشر جوي هو هبات الحلقيه بالمناطق الساحليه تبعا لذلك نشراتنا الجويه تحذيريه بالنسبه للملاحه الصيد البحري البحر يكون شديد الاضطراب تقريبا بكافه المجالات البحريه خلال يوم الغد ان شاء الله مؤشرات الغيث النفع بتكون بامتداد جغرافي تشمل نسبيا مناطق شمال باش تشهد كميات طيبه الامطار تكون عندها صبغه رعديه مع امكانيه تساقط البرد بأماكن محدوده كميات متوقعه تكون ضعيفه الى متوسطه في مناطق الوسط وامطار يغلب عليها الطابع المحلي في ولايه الجنوب خصوصا في الليله الفاصله من بين يومي السبت والاحد القادمين ووصول الاضطراب الجوي انخفاض طفيف متوقع في درجه حراره خلافا الارقام اللي ظهر هذا اليوم كالعاده نقدم لكم قراءه سريعه لدرجه حراره قصوى المتوقعه بمختلف ولايات بلادنا بتونس الكبرى قد نسجلوا 19 ظهرا 15 الجديد ديناب البقليب 18 بنزرت و16 بزغوان بمناطق شمال غربي درجات حراره قصوى تكون في وسط 18 بيت برقه بجندوبه وبالكيف 19 ببيزا 20 بسليانه بمناطق الوسط نتوقع تزيل 16 بتالا اعلى بالقيروان 20 بجهه الساحل بسوسه درجات حراره قصوى تكون في وسط 19 درجه مئويه نتوقع تزيل 16 بالمنسير 17 بالمهديه 16 بصفاقس بزور قرق نسيدي بوزيد 18 قد نسجلوا 16 بالقصرين وبمناطق الجنوب مازال معنيين بارقام في مستوى اوائل العشرينات بالنسبه لقفصه نتوقع تزيل 20 22 بتوزر 23 بكبلي بيكابس 22 وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربا توقع تزيل 21 25 بمدنين 23 بتطوين و 24 برمادة بالنسبه للمياه والصيد البحري بساحلنا الشماليه منطقتي سيرات وخليج تونس وصولا لخليج حماه وجهه الساحل الرياح في اغلبها جنوبية شرقية سرعتها من 25 إلى 30 عقده تصل الى مستوى 45 في شكل هبات والبحر يكون اجوى بخليج جابس فعاليه الريح تكون اقل نسبيا من بين 15 إلى 25 عقده تتقوى تدريجيا لتكون من بين 25 إلى 30 والبحر يكون شديد الاضطراب بسواحل صفاقس جابس ومدنين كالعاده نقدم لكم فكره حول حاله الطقس في المدن والعواصم العربيه والاوروبيه بين اجواء تكون مغيمه 33 درجه مؤشرات الامطار بالدار البيضاء 19، طقس ممطر بالجزائر العاصمة 16 درجة، ظهور مجموعة من السحب المرتفعة بطرابلس 19 وحرارة تقريبا مش تعرف تراجع نسبي بالخرطوم وتنخفض إلى مستوى 34 درجة مئوية، بالقاهرة نتوقع ظهور بعض السحب 17 بالبقاع المقدسة، 32 بالمدينة المنورة، 34 بمكة المكرمة، سحب قليلة بدوحة، سماء صافية بأبو ظبي، 33 31. 31 بمسقط، مؤشرات الأمطار بالكويت 24 أقل في بغداد، سحب كثيفة 17 درجة وبالشرق الأوسط نتوقع مؤشرات نزول أمطار عموما متفرقة بالقدس الشريف تتراجع درجه حراره مستوى 8 درجات مئويه 12 ببيروت 9 درجات بدمشق باسطنبول حراره منخفضه مع ثلوج درجتان وباوروبا بروما قد نسجلوا 14 درجه سما صافيه بفيينا ببرلين سحب كثيفه بامستردام ببروكسل جنيف 14 درجه امتار بباريس مارسيليا 13 وبشبه الجزيره الايبيريه 14 في مدريد و15 بلاشبونه تطور الوضع الجوي خلال الايامات القليله القادمه بالنسبه ليوم الاحد بشكون بتواصل مؤشرات الغيث النافع والامطار العاديه بالشمال بالوسط ومحليا بالجنوب يبقى ابرز مؤشر جوي هبوب ريح قويه بالمناطق الساحليه رياح في اغلبها مياه قطاع شرقي تبعا لذلك قد توصل سرعتها الى مستوى 60 كم في الساعه بالمناطق الساحليه والبحر يكون شديد الاضطراب ودرجات حراره قصوى من المتوقع كون تتراوح بين 14 ل 19 درجه بالشمال وبالوسط وتكون في مستوى 20 24 درجه جنوب البلاد خلال يوم الاثنين بتقلص تدريجي في حدة وفعلية الريح وتراجع سرعتها إلى ما دون 40 كيلومتر في الساعة بحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بسواحل الشمالية وعودة مؤشرات الصحو بشكل تدريجي قد نعيش فترات مشمسة خلالها مجموعة من السحب العابرة ودرجات الحرارة قد تعرف ارتفاع طفيف مقارنة بالأرقام باش نهاية هذا الأسبوع كالعادة قبل ما نخدم نشرتنا ذكركم بمعايدة شروق والغروب بمدينة تونس ومجاورها شروق الشمس يكون في الساعة السادسة و34 دقيقة وغروبها في الساعة السادسة و24 دقيقة لمزيد من المعلومات والارشادات نذكركم ايضا بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي موقع الويب www.meteo.tn رقم الموزع الصوتي وتنجموا تتفاعلوا معنا من خلال صفحه الفيسبوك الخاصه بالمعهد اوقات صلاه بمدينه تونس وما جاورها اليوم الغد صلاه بدايه من الخامسه وثمان دقائق دور منتصف النهار و36 دقيقه صلاه العصر في الساعه الرابعه الى 10 دقائق صلاه المغرب في الساعه السادسه و26 دقيقه وصلاه العشاء باذن الله في الساعه الثامنه الى 10 دقائق ختاما شكرا على حسن متابعه الاهتمام ونهايه اسبوع مريحه للجميع